إذن استهداف جديد من قبل الطائرات الروسية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية. هنا الطائرات الروسية تستهدف مدينة زملكا بخمسة صواريخ فراغية. كما نلاحظ هنا الآن فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف تتوجه مباشرة إلى هذا المكان. هذا المكان طبعا المكتظ بالمدنيين ومعظمه بائعي طبعا الوقود على قارعة الطريق. كما نلاحظ هنا كيفية الدمار الذي سببته طبعا هذه الطائرات. كما نلاحظ مدى طبعا الدمار الكبير الذي أحدثته هذه الطائرات. كما نلاحظ هناك طبعا لا نعلم حتى هذه اللحظة عدد الشهداء والجرحى، لكن هذا المكان هو مكتظ بالمدنيين. يوميا يتواجد به أكثر من 100 شخص مدني في هذا الطريق، إضافة إلى أنه طريق رئيسي دائما ما تمر طبعا سيارات المدنيين في هذا المكان. كما نلاحظ هنا حالة الهول والخوف طبعا من قبل المدنيين جراء هذا الاستهداف من الطائرات الروسية. طبعا بناشد أمة محمد، بناشد السعودية، بناشد الإسلام لباكستان وبجميع أنحاء القرى الأرضية. عن نعام شاف ولحم وقتل، أرجيت كان الراس في شاف والقتل. لك جان الله شوف السيارة كلها تجاب وندب، لك لحنا كلها يطلع منتنتف يعجل من أمة محمد. لك كل العالم بتتحد إلا الإسلام ما كانت تتحد. لك خلونا نتحد مشان الله يا إسلام. لك تعالوا إلى قتال إلى سوريا، لك تعالوا شوفوا الأسد وأعوانه، تعالوا شوفوا إيران. إذن كما نلاحظ هنا كيفية انتشال الجثث من تحت الأنقاض. طبعا الطائرات الروسية استهدفت هذا المكان المكتظ بالمدنيين بخمسة صواريخ فراغية. طبعا أخبرتنا الآن فرق الدفاع المدني أن الحصيلة إلى حد هذه اللحظة هي 8 شهداء، والأعداد مرجحة للارتفاع بشكل كبير جراء استهداف هذا طبعا المكان المكتظ بالمدنيين. كما أكد لنا الأهالي أنه لا يوجد هنا أي عناصر مسلحة في هذا المكان. كما نلاحظ هنا طبعا أشلاء المدنيين طبعا تمتلئ بالشوارع، وهذه الأبنية السكنية هي طبعا هي أبنية سكنية مكتظة بالمدنية، تواجد بها أكثر من 20 عائلة يقطنون في هذا المكان. كما نلاحظ هنا الأشلاء تملأ المكان حقيقة، مشاهد مروعة هنا تملأ هذا المكان. يمان السيد أوريال نيوز، مدينة زملكا، ريف دمشق.